معايا دبابيس فراخ مغسوله كويس طبعا وتمام وزي الفل. صوص الرانش بقى اللي احنا هنتبل بيه الفراخ ده عباره عن ايه؟ معايا نص كوبايه من الزبادي، ومعايا كوبايه مايونيز ما تتخضوش، ماشي، كوبايه مايونيز ممكن نقلل شويه عن كوبايه، ومعايا عصير نص ليمونه بس، يعني معلقه صغيره من عصير الليمون، ومعايا نص معلقه صغيره من البقدونس المجفف، ونص معلقه صغيره من البصل الباودر، وبرده نص معلقه صغيره من الثوم الباودر، وشبت شويه شبت كده حلوين متقطعين بالسكينه، ملح وفلفل اسود، وبرده بقدونس مفروم. وهتبقى هي دي الخلطه اللي هنتبل بيها الفراخ وننقع الفراخ فيها كده شويه حلوين، وبعدين نرص الفراخ في صينيه بايركس او صينيه فرن عاديه او اي صينيه يعني مش هتفرق، وندخلها الفرن تتشوي من غير ما نغطيها ولا حاجه، تطلع ايه؟ خطيره، عجبكم جدا. نجيب هنا كده بوله كبيره، ونجيب الاسباتيولا الحلوه دي، هنحط الزبادي، وهنحط المايونيز كده، هنحط البصل الباودر والثوم الباودر، هنحط البقدونس المجفف او ممكن بقدونس فريش يعني مش مشكله يعني، والمجفف بيبقى ليه نكهه كده مختلفه شويه، ملح فلفل وعصير ليمون، قلنا ايه نص عصير ليمونه يعني معلقه صغيره من عصير الليمون كده، ونحط شويه شبت كده اهو. صوص الرانش ده كده يتاكل على البارد بالشكل ده، هي دي كده مقاديره، تقدروا تستخدموه غموس في اي حاجه مقرمشه او بطاطس الويدجز بقى مثلا، او اي نوع بطاطس مقرمش هيبقى حلو جدا مع الكفته مع كله. احنا هنستخدمه بقى في تتبيله الفراخ كده، وهنحط دبابيس الفراخ كده في الخلطه، لو حبيتوا تزودوا ليمون تاني اكتر من كده او خل كمان ساعتها برضو مفيش مشكله، لان احنا هنا مستخدمينه ازا تتبيله يعني مش صوص جانبي جنب الاكل. وادخلها الفرن، وطبعا طبعا احنا عايزين شويه التتبيله تمسك على الفراخ، فانتوا ايه خلوا التتبيله كده منقوعه في الفراخ شويه حلوين كده، وهدخلها فرن سخن درجه حراره 200 تمام في الرف اللي في النص، من غير ما اغطيها ولا حاجه لغايه ما الفراخ تتشوي، هتاخد لها تقريبا 40 دقيقه، من 35 ل 40 دقيقه، وشكلها يبان انها استوت وتبقى جميله مشويه بصوص الرانش، حلوه قوي قوي، وهتعجب الولاد كده جنب طبق مكرونه ولا حاجه.